ده مش لازم يبقى 30 يوم او 28 يوم بالظبط. احنا عندنا وايد رينج، يعني ممكن كل فيميل بتختلف على السنت، يعني البنت الثانيه في الرينج بتاع البيريد بتاعتها، بس هي حاجه سبجكتيف، يعني كل واحده عارفه البيريد بتجيلها كل فتره قد ايه، تمام؟ بس احنا عندنا رينج، يعني ما ينفعش نقل عن 21 يوم وما ينفعش نزيد عن 35 يوم، تمام؟ لو قلت عن 21 يوم يبقى في مشكله، زادت عن 35 يوم يبقى في مشكله. بس الرينج اللي احنا بنتكلم فيه او الافرج اللي احنا بناخده هو 28 يوم. اتفقنا؟ طيب هو بس كنت عايز اكتب بس ما عليك. احنا عندنا اول حاجه الموضوع بيبدا من الدماغ مش بيبدا من تحت. بيبدا من الهايبوثالامس. الهايبوثالامس بتطلع لي هرمون اسمها هرمونات التروفين ريليزنج هرمون. تمام؟ الهايبوثالامس دي بتشتغل على ايه؟ ايه الجلاند اللي بتشتغل عليها؟ بتطلع منها هرمون ثانيه اللي هي الاف اس اتش والال اتش. بينزلوا بدورهم يشتغلوا على الاوفري. والاوفري بيبدا يطلع هرمون اللي هي استروجين. بروجستيرون بيبقى شغال على اليوترس فبتبقى كده سايكل كامل. تمام؟ ده كده الاكسس بتاعنا هو نازل. كل هرمون طالع بيعمل نيجاتيف فيدباك العكس. يعني الهايبوثالامس بتطلع على البيتوتري فالبيتوتري بتطلع اف اس اتش ال اتش ترجع تاني على الهايبوثالامس تعمل نيجاتيف فيدباك فما تطلعليش تاني جلاندولا تروفين ريليزنج هرمون ويجي الاف اس اتش ال اتش يطلع عند الاوفري يطلع استروجين وبروجستيرون يعملوا نيجاتيف فيدباك على البيتوتري ان هي ما تطلعش اف اس اتش ال اتش وهكذا يعني هي شغاله رايح جاي هرمون شغاله فوق وتحت رايحه جايه تمام كده؟ طيب احنا عندنا بس عشان نفهم الفيسيولوجي والاستروجين احنا بنقسمها لاثنين كومبوننت اوفيريان سايكل ويوتراين او اوفيريان سايكل صح طيب اول حاجه الاوفيريان سايكل يبدا الجلوتين ميزيك هرمون هي دايما احنا بس عشان نيجي نحسب المنستريشن احنا بنحسب المنستريشن من انهي لحظه او من انهي يوم؟ فيرست دي اللي هو ال ام بي تمام؟ ده اليوم اللي احنا بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا كدكاتره نساء اللي بناء عليه بنحسب اول يوم في الدوره اول يوم في المنسز اللي بنحسب منه الجستيشنال ايدج بعد كده في المستقبل تمام؟ يبقى اللاست سيمستر او اول يوم في البريد مش اخر يوم في البريد، اول يوم في البريد هو ده اليوم اللي بتبدا منه الريستر سايكل. تمام كده؟ وبعد كده بنخش عندنا على مرحله اللي هي المنستريشن اللي هي بتقعد حوالي من 3 ل 5 ايام. وبعد المنستريشن بيبدا يحصل البولاريتيف فيز اللي هي بتقعد يعني حوالي 14 يوم. وبعد كده اليوتيال فيز او السكريتوري فيز اللي هي في النص الثاني. المسميات دي احنا بنغيرها على حسب احنا بنتكلم على الاوفيريان ولا بنتكلم على الاندوميتريال سايكل. تمام كده؟ فاحنا هنبدا مبدئيا بالاوفيريان. الاوفري ذات نفسه هو الاوفري ده هو الاورجن المسؤول عن كل السكشوال فانكشن وكل الجولات فانكشن بتاعت الفيميلز. تمام؟ هو بيتكون من كورتكس وهايلم او مضلل تمام؟ الجزء اللي بيشتغل بالنسبه لي واللي مهم جدا هو الكورتكس هي القشره الرفيعه اللي حوالين الاوفري هي اللي فيها كل البولكيز هي اللي بتشتغل المضلله دي ما هي الا كونكتيف تيشو بيعمل سبورت للكورتكس عشان تعرف تكون البولكيز وتعرف تشتغل والاوفري والله بتاعته كويس تمام كده؟ البولكيز ذات نفسها بتبدا عندنا في حاجه اسمها برايمريال بولكيز حاجه صغيره كده او دايره صغيره كده وبيبقى فيها هابلويد نمبر اوف كروموزوم هابلويد نمبر اللي هو ايه؟ 23 كروموزوم اللي هو نص الكروموزوم بتبقى هي دايما بتبقى حاجه اسمها داخله في حاجه اسمها مايوتيك فيز او مايوسيس اكيد فاهمين الكلام ده ولا انا بقول كلام مش فاهمين ولا ايه؟ مفهوم تمام طيب ايه اللي بيخلي الفوليكل الصغيره دي ان هي تكبر؟ ايه اللي بيشتغل عليها؟ بيبدا يطلع الجلاندولا تروفين ريليزنج هرمون من الهايبوثالامس يشتغل على البيتوتري
البيتويتري يطلع لي الاف اس اتش. الاف اس اتش هو ده اللي بيشتغل على البوليفيل دي. يبقى عندنا البرايمري ده البوليفيل دي فيها ريسبتور للاف اس اتش هرمون، تمام كده؟ بتيجي عند الاف عند البوليفيل دي بتعمل لها ماتشوريشن، فبتتحول بتبدا برايمري ده البوليفيل، بعد كده تكبر شويه الافكت بتاع الاف اس اتش تتحول لبرايمري بوليفيل. ايه الاختلاف او ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ماتشوريشن للبوليكل. البوليكل ذات نفسها بتتكون من اوكسايد، اوكسايد اللي هي جواها النيوكلير ماتيريال، وحواليها لايرز اوف سيلز. اللايرز اوف سيلز دي مع شويه ماتشوريشن بتبدا تحصل لها ايه؟ ديفرنشيشن وماتشوريشن، ديفرنشيشن وماتشوريشن، لحد اما توصل للماتشور بوليكل. يبقى احنا اول حاجه بنبداها برايمريدال بوليكل، هي عباره عن سنجل لير اوف سيل، بتبقى فلات سيل وجواها النيوكليس اللي فيها الهقائي نمبر اوف كروموزوم. بعد كده مع شويه ماتوريشن بالاف اس اتش هرمون بيحصل لها شويه ماتوريشن، فبتبدا تكون مالتيبل لير اوف سيلز حواليها، فبتعمل حاجه اسمها برايمري بوليكل. تمام؟ البرايمري بوليكل دي مع شويه ماتوريشن ثانيه بتبدا تبروجريس. هل كل البرايمري بوليكل بيحصل لها بروجريشن وتبقى سكند بوليكل مكانها تعمل ماتيور بوليكل؟ لا، هي بوليكل واحده بس اللي بتاخد الابر هاند عن كل البوليكلز اللي موجوده. ليه؟ اشمعنى بوليكل واحده هي اللي بتكبر خالص وبقيه البوليكلز بيحصل لها اتريزم؟ عشان هو ربنا خلقها كده. هو بيرسم حرف الفسيولوجي ان في بوليكل واحده، اكتر واحده بيبقى عندها ريسبتور للاف اس اتش، فبتبقى مور سنسيتيف للاف اس اتش اكتر من اللي حواليها، فهي اللي بتكبر. فوهي بتكبر بتبدا تطلع الميوتري الجيتو تروح على الفوليكلز اللي حواليها تعمل لها سبريشن او تعمل لها اتريزيا، وفوليكل واحده بس هي اللي بتاخد الابر هاند وهي اللي بتتحول للماتيور جريفين فوليكل. فاهمين الميكانيزم؟ اشمعنى الفوليكل واحده في التو اوفري هي اللي بتكبر مع كل سايكل؟ تمام؟ والكلام ده بيحصل بالتداوم، مره اوفري الرايت مره اوفري الليفت. يعني الاوفر بيشتغل كل 56 يوم مش كل 28 يوم، تمام؟ طيب البرايمري بوليكل دي جواها اوكسايد فيها هابلويد نمبر كروموزوم وحواليها سيلز. السيلز دي بتبدا تدفرنشيت. السيلز الاراوند الاوكسايد بيبقى اسمها جرانيولوزا سيل، بعد ما كانت فلات بعد كده بيبقى شكلها مربع او كوبري، بعد كده بتتحول تبقى كولامنر سيلز، تمام؟ وبتكون لايرز او مالتيبل لايرز اوف جرانيولوزا سيل، تمام؟ واللايرز الخارجيه حواليها بتبقى اسمها ثيكا سيل. فتعالوا نتخيل كده المنظر مع بعض، اوكسايد في النص حواليها مالتيبل لايرز من الجرانيولوزا سيلز، وحواليها بره خالص مالتيبل لايرز من الثيكا سيلز، تمام؟ اللاير اللي هي بتفصل الجرانيولوزا سيل عن الاوكسايد اللي هي مهمه جدا 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 اسمها الزونا بليوسيدا. زونا بليوسيدا دي عباره عن لير اوف جلايكوبروتين، دي مسؤوله ان هي ما بتسمحش لاي حاجه ان هي يحصل لها برميشن وتخش جوه الاوكسايد الا سبرم واحد بس، يعني مع الفرتلايزيشن اللي بيتحكم في كل حاجه عشان ما يحصلش الا سبرم واحد بس هو اللي يعدي، هي الزونا بليوسيدا، تمام؟ هو الوحيد اللي بيقدر ان هو يخترقها ويعدي ويدخل النيوكلير ماتيريال بتاعته جوه. فاللير دي اللي هي الزونا بليوسيدا بتتكون من لير اوف جلايكوبروتين، وهي بتبقى بروتكتيف للاوكسايد اللي جوه، تمام كده؟ يبقى احنا عندنا اوكسايد حواليها زونا بليوسيدا، وبعد كده جرانيولوزا سيل، وبعد كده ثيكا سيل. طيب ازاي بقى الاف اس اتش بيشتغل؟ او ازاي الفانكشن بتاعت البوليكل دي بتشتغل؟ بيبدا يطلع الاف اس اتش هو اللي بيطلع بيبقى متحكم في النص الاول من الدوره او النص الاول من البريستر سايكل. الاف اس اتش هرمون هو اللي شغال وهو اللي واخد الاور هاند في كل حاجه. والهرمون اللي بيتكون من الفوليكل دي وبيبدا يشتغل ويعمل افكت بتاعه على اليوترس هو اي هرمون؟ الاستروجين، تمام؟ على عكس النص الثاني. النص الثاني اللي متحكم فيها هرمون ال اتش، والهرمون اللي بيبقى طالع وشغال هو الاستروجين، شغال طول البيريود. الاستروجين بيبدا يطلع في الاول وبيبدا شغال لحد الاخر،
تمام؟ النص الثاني البروجستيرون بيتكون، مش بيتكون في النص الاول. معايا كده ولا في نقطه مش واضحه؟ تمام؟ طيب بعد ما الجريكيو فولكل بتكبر، بعد ما بتكبر خالص بيبقى حواليها اللييرز كلها كبرت، بيحصل حاجه اسمها ال اتش سيرج. ايه اللي بيحصل؟ ان الماتيور جريفيان فوليكل مع الفوليكلز اللي حواليها بتبدا تطلع كميه كبيره من هرمون الاستروجين. الاول بس احنا عندنا ثلاثه تايبس من هرمون الاستروجين، عارفينه ولا لا؟ حد عارفهم؟ دي 1 دي 2 دي 3 تمام؟ الاي 1 اللي هو الاسترون، وده البريدومينانت في الست لما بتبقى في المينوبوز، ده مالناش دعوه بيه دلوقتي. الاي 2 اللي هو الاستراديول، وده اللي هو بيتكون في خلال الاستراد سايكل، ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. يعني انا لما بقول لكم استروجين بقول لكم الاستراديول اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. الاي 3 اللي هو بتاع البريجننسي، لما الست تبقى حامل بتبدا تطلع الاي 3 اللي هو الاستريول. تمام؟ هو الفرق ما بينهم بيبقى في شويه كيميكال استراكشر بتتغير، بس هو ده الفرق ما بين الثلاثه استروجين. فالاستروجين اللي انا بتكلم عليه دلوقتي هو الاستراديول اللي هو الاي 2. تمام كده؟ الاستراديول ده بيتكون ازاي؟ احنا عندنا حواليها سكونه بليوزا، حواليها جرانيولوزا، حواليها سيكا سيلفا. تمام؟ ال اتش بيشتغل على السيكا سيل. البوينت دي مهمه جدا. ال اتش ملوش ريسبتور في الجرانيولوزا سيل، الريسبتور بتاعته موجوده في السيكا سيل. والاف اس اتش بيشتغل على الجرانيولوزا سيل. فبيجي ال اتش بيشتغل على السيكا سيل بيكون لي فيها اندروجين. تمام؟ ال اتش اصلا وظيفته ان هو بيكون الاندروجين. عشان معلومة عرفوها بعدين، في حالات البي سي او او البوليسيستيك اوفيريان سيندروم بيبقى عندهم كمية اندروجين عالية وبيبقى عندهم كمية ال اتش عالية. السبب ورا ده ان ال اتش بيبقى عالي، عشان كده بيتكون اندروجين كتير وتستوستيرون كتير. فال اتش بيكون اندروجين فين؟ في الفيكا سيل. تمام؟ الاندروجين ده بيروح بالترانسفيوجن للجرانيولوزا سيل. الجرانيولوزا سيل دي المفروض انهي هرمون هو اللي بيشتغل على الريسبتور بتاعها؟ اف اس اتش. بيشتغل عليها على الاندروجين اللي اتكون في السيكا وراح للجرانيولوزا، بيعمل له حاجه اسمها اروماتيزيشن ويتحول لايه؟ استراديول او استروجين. بعد كده السيكا بتكون الاندروجين، الجرانيولوزا بتكون الاستروجين. تمام؟ فيها حاجه ولا صعبه ولا سهله؟ تمام؟ طيب الاستروجين بيبدا يطلع مش من اول، احنا اتفقنا احنا بنبدا بالفوليكل الصغيره اللي هي برايمري فوليكل، لا مش بتطلع استروجين، بيبدا يطلع من البرايمري فوليكل. تمام؟ الاستروجين بيبدا يطلع من البرايمري فوليكل ويبدا شغال طول الريسترا سايكل طالع برايمري فوليكل، برايمري فوليكل، سكندري فوليكل، ماتيور جريفيان فوليكل، الاستروجين شغال. تمام؟ بعد ما بيحصل كوجيليشن الدنيا مكمله، الاستروجين بيفضل شغال معايا عادي، يبقى الاستروجين بيفضل شغال معايا طول الميرسولا سايكل. طيب الماتيور جريفيان فوليكل دي ايه اللي بيحصل عشان كده بتوصل لمرحله الكوجيليشن؟ بعد ما بيحصل ماتيوريشن والماتيور جريفيان فوليكل بتكبر قوي، بتبدا تطلع كميه استروجين كتيره. تمام؟ بتعمل كميه الاستروجين بتاعتها اللي بتطلعها بتعدي حاجه اسمها 200 بيكو جرام بير ملي. دي اكتر كميه من الاستروجين بتتكون في خلايا الميرسترا سايكل. المفروض احنا فاهمين ان الاستروجين ده طالع هيعمل ايه على البيتوتري جلاند؟ نيجاتيف فيدباك. تمام؟ هيعمل ايه؟ سبريشن للام بي اس اتش والال اتش. لما كميه الاستروجين دي بتعلى قوي بتعدي ال 200 بيكو جرام، بتعمل لي مره واحده في الميرسترا سايكل حاجه اسمها بوزيتيف فيدباك. بتعمل بوزيتيف فيدباك لهرمون ال اتش. تمام؟ يبقى الاستروجين لما بيعلى يعلى يعلى يوصل لحد فوق ال 200، معنى انه وصل فوق ال 200 معنى كده ان الجريفيان فوليكل دي كبرت ووصلت للحجم اللي احنا مستنيينه، اللي هو احنا في الكلينيكال وايز او لما بنيجي نشوفها بالسونار المفروض تبقى الفوليكل وصلت
20 مللي. ده حجم الفوليكل اللي عنده مفروض بنعمل عليه اوفيليشن او بنستنى عنده بيحصل اوفيليشن. تمام؟ بتبقى طلعت كميه استروجين اكتر من 200 بيكو جرام. لما كميه الاستروجين بتزيد اكتر من 200 بيكو جرام بتعمل بوزيتيف فيدباك على البيتوتري جلاند فبتطلع ال اتش. فبيحصل حاجه اسمها ال اتش سيرج. ال اتش اصلا بيبقى قليل جدا خلال اول او اول نص من البيريود. بيحصل ال اتش سيرج ال اتش بيعلى مره واحده فجاه جدا. تمام؟ وظيفه ال اتش سيرج ايه؟ ان هو بيعمل لي اول حاجه بيكمبليت الماتوريشن للفوليكل الماتيور جرافيك فوليكل يعمل لها كومبليت ماتوريشن بيعمل لي رابشر للفوليكل فبيطلع لي الاوفا بره بيعمل الاوفيليشن يبقى ال اتش وظيفته ان هو بيكمبليت الماتوريشن وبعد كده بيعمل رابشر للفوليكل بالسيلز اللي حواليها كانيلوزا والسيكا وتطلع الفوليكل او تطلع الاوفا بره تمام فبيحصل اوفيليشن بعد ما بيحصل اوفيليشن ال اتش سيرج بيعلى بعد كده بيقل بس ما بيقلش لتحت تاني زي في الاول بيفضل ماشي بعيد لان هو اللي بيمتين السكند هاف اوف الفيلم تمام كده؟ طيب الفوليكل بعد ما طلعت هل الفوليكل او الاوفا لما بتطلع خلاص يعني حصل الاوفيليشن والفوليكل طلعت الفوليكل بتطلع اوكسايت لوحدها بالكروموزوم ولا بيبقى حواليها سيلز ثانيه؟ بيبقى حواليها حبه جرانيولوزا سيلز. يبقى احنا الفوليكل بتتكون يبقى فيها اوكسايت والزونا بيوسيدا وحبه جرانيولوزا سيلز هي دي اللي بتكون الاوفا او هي دي الاوفا بتاعتي. تمام؟ بيتبقى بقيه الفوليكل اللي هي فيها ثيكا سيل وفيها لاير جرانيولوزا سيل دي بتفضل موجوده في الاوفر دي ما بتطلعش. اللي بيطلع بس الاوفا. الاوفا بعد ما بتطلع بيحصل لها ايه؟ بتطلع من اوفري عارفين شكل الاوفري جنبه الفالوبيان تيوب الفيمبريال اند بتاخدها بالفيمبريال اند بتاعتها بتخش بالسيليا بتتحرك لحد جوه وتبقى موجوده في الفالوبيان تيوب. وتقدر بقى حصل فرتلايزيشن او ما حصلش الكلام ده بيحصل في الفالوبيان تيوب ما بيحصلش بره. تمام كده؟ اللي بيتبقى جوه في الاوفري اللي هو بقيه الفوليكل اللي موجوده ده بيفضل منتين في الجروث ما بيحصلوش سبريشن لا بيفضل منتين ليه بيفضل منتين؟ عشان هرمون ال اتش اللي طلع وحصل له سيرج ونزل بس ما نزلش قوي فضل مكمل معايا بيخليها منتين ان هي تفضل جروث تمام؟ بيعمل لي مينتيننس ليه؟ لان اللي متبقي ده بيتحول لحاجه اسمها كوربس لوتير. كوربس لوتير ده وظيفته ايه؟ ان هو في السكند هاف اوف بيريود هو اللي بيطلع البروجستيرو بيطلع لي شويه من الاستروجين بس مين بيطلع البروجستيرو تمام؟ بيفضل مكمل الموضوع ده بعد ما بيطلع البروجستيرو والاستروجين بيقعدوا يزيدوا يزيدوا لو ما حصلش فيرتلايزيشن والسايكل دي ما حصلش فيها فيرتلايزيشن لما البروجستيرو والاستروجين بمجرد ما بيزيدوا بيعدوا ليميت معين بيعملوا نيجاتيف فيدباك على البيتوتري جلاند فبتبدا تسبريس ال اتش قوي فلما ال اتش بيحصل له سبريشن الكوربس بيوتير مش بيلاقي الحاجه اللي بتعمله مينتنس فبيحصل له ايه؟ بيوقف الجروث وبيتحول لحاجه اسمها كوربس البيكانس وبعد كده بيوقف البرودكشن اوف استروجين اند بروجستيرون ويحصل المينستريشن تمام؟ فهي كلها حبه هرمونز في بعض حاجات بتعلى وحاجات بتقل وبتعلى عند ليفل معين بتعمل ايه وبعد كده بتعلى اكتر من كده هتعمل ايه؟ ده بالنسبه للاوفيريان سايكل. طيب احنا ايه الفكره او احنا ليه مسمينه كوربس بنتير؟ طب ليه لونه اصفر؟ هو الكوربس بنتير مينلي في ايه؟ في كاسيل تمام؟ مينلي في كاسيل وفي كاسيل دي مينلي بتكون ايه؟ الكوليسترول ده هو اللي بيدي اللون الاصفر لون الليبيد تمام؟ كوربس لوتير بيبقى لون اصفر بسبب الكوليسترول اللي فيه لان هو بيعمل في كميه ليبيد عاليه تمام؟ ده بالنسبه للاوفيريان سايكل. طيب
اتكلم شويه على الحاجات دي كلها بتحصل معاها parallel changes في الاندوميكرا سايكل. احنا عندنا اليوترس بيتكون من الثروزا او البريكون اللي هو حوضه، وعندنا المايوتريوم وعندنا الاندوميكرا. ماليش دعوه ولا بالثروزا ولا المايوتريوم، اللي بيحصل له سايكل تشينج هو الاندوميكرا. تمام؟ الفكره كلها في ايه؟ ان الست كل مره بيحصل ميسترا سايكل بتبقى هدي ان هي تبقى بريجننت. هي مش عارفه هو هيحصل انتركورس، هي في سبيرم موجوده لا، هي في كل ميسترا سايكل هي بيحصل حبه فيسيولوجيكال تشينج بتبقى ريدي ان الفيمين دي تبقى بريجننت. فعشان تبقى ريدي ان هي بريجننت لازم اليوترس نفسه يحصل له شويه موديفيكيشن عشان يبقى هو ريدي ان هو يستقبل الفيرتلايز اوفر. تمام؟ ويعرف ان هو يغذيها كويس ويحصل امبلانتيشن والبيبي يكبر. فمع كل منسترال سايكل بيحصل سم تشينجز في الاندوميتريوم. الاندوميتريوم ذات نفسه احنا بنقسمه لاثنين، لحاجه اسمها سوبرفيشال دي او بيزك وفانكشنال. بيزك لاير وفانكشنال لاير. تمام؟ هو الاندوميتريوم اللي هو اللايننج بتاع اليوترس بيتقسموا لحاجتين، بيزك لاير وفانكشنال لاير. البيزك لاير دي موجوده طول الوقت ما بتتغيرش، اللي بيحصل لي تشينج فيها هي الفانكشنال لاير. الفانكشنال لاير دي هي اللي بيحصل لها كروس وشيلنج، كروس وشيلنج، كروس وشيلنج مع كل سايكل يبدا يحصل كروس وشيلنج. البيزك لاير دي مبدئيا بتتكون من ايه؟ من البيزك بتاع الاندوميتر جلانس، ويبقى فيها البيزك بتاع الفاسكوليتشر او السبايرال ارتريولز، ودي اللي هي الارتريولز اللي بتغذي الجلانس. الجلانس دي اللي بعد كده بتبدا تكبر تكبر وتبدا يعني تبدا بعد ما بتكبر تبدا تسكريت سم سكريشنز عشان تعمل انورشمنت للبيبي لما يحصل له فيرتلايزيشن. تمام؟ فهنمسك اليوتراين سايكل بقى هنقسمها ازاي؟ بنقسمها الاول منسترا سايكل او منستريشن، ودي بتقعد من 3 لـ5 ايام. تمام؟ وبعد كده بنخش على حاجه اسمها بروجرام فيز، اللي هي بتبقى من اليوم الخامس لحد يوم الاوفيوليشن او لحد اليوم ال 14. تمام؟ وبعد كده بتبقى عندنا حاجه ثانيه اسمها سكريتري فيز. تمام؟ اللي هي بيقابلها في الاوفيريان سايكل، الاوفري بيبدا بروجرام فيز وبعد كده بيعمل ليوتيال فيز. اليوتيال فيز هي اللي بتساوي السكريتري فيز في الاندوميتريوم. تمام كده؟ طيب يبقى احنا عندنا مين الهرمون المتحكم الرئيسي في البروفيت فيز؟ الاستروجين. الاستروجين هو المتحكم الرئيسي فيها. بيعمل ايه الاستروجين؟ او وظيفته ايه الاستروجين؟ بيشتغل على اليوترس وبيشتغل على السيرفس. بيشتغل على اليوترس بيعمل ايه؟ بيعمل لي جروث في الجلاند، يخلي الجلاند تبدا تكبر. ويعمل جروث للفيسلز، لان الفيسلز دي هي اللي بتغذي الجلاند اللي حواليها. تمام؟ وبيشتغل على السيرفس بيعمل ايه؟ هو السيرفكس المفروض وظيفته ان هو بيفضل يعمل سكريشن لحبه ميوكوس طول المنستر سايكل. هو وظيفته ان هو في ميوكوس الجلاند بتبدا تطلع سكريشن طول الوقت. تمام؟ السكريشنز دي بتتغير في الكونسستنسي بتاعها على حسب مين الهرمون البريدوميننت دلوقتي، هو استروجين ولا بروجستيرون. لو استروجين، الاستروجين بيعمل سينج للميوكوس ده بيخليه تن، فبيسمح للسبيرم ان هو يعمل باسج ويعدي جوه اليوترس. تمام؟ لكن في النص الثاني من السايكل لما بيطلع هرمون البروجستيرون بيشتغل على الاندوميتريوم اللي هي كونت جلاند وكونت فيسل. الجلاند دي خلاص اتكونت بسبب هرمون الاستروجين. البروجستيرون هو اللي بيعمل السكريتري فيز. يعني ايه سكريتري؟ يعني الجلاند بتبدا بقى تطلع السكريشنز بتاعتها. تمام؟ والسبايرال ارتريولز بتبقى هي ليه اسمها سبايرال؟ لان هي بتغذي الجلاند، هي رايحه جايه بتغذي الجلاند حواليها. تمام؟ ف بتبدا تغذي اكتر وتبدا تبقى ترانش اكتر، تعمل مور ترانش، والجلاند بتبقى ارينج باك تاني، يبقى عندي اوفر كراوند من الجلاند. تمام؟ والجلاند ذات نفسها بتكون جواها السكريتري ماتيريال. فانا لما باجي ابص عليها تحت الهيستروسكوب
تحت قصدي الميكروسكوب بشوف ان في السكريتري فيز بشوف الجلاند دي جواها زي فاكيولز. الفاكيولز دي جواها سكريشن، السكريشن اللي عملتها الجلاند. تمام؟ كل ده بيفضل بالتين بايه؟ تمام؟ لحد ما فجأة يحصل دروب من البروجستيرو والاستروجين بسبب اللي احنا قلناه، عشان البروجستيرو والاستروجين بيعملوا شوية كتار فبتعمل نيجاتيف فيدباك على الكويتري، فبتعمل سبريشن من ال اتش وال اف اس اتش من ال اتش، فبتقلل الاستروجين والبروجستيرو لان الكورتيكس الريال خلاص بيقوم بوظيفته. لما البروجستيرو والاستروجين بيقلوا فالاندوميتريوم ذات نفسه مش بيلاقي الهرمونز اللي بتعمل لها سبلاي عشان تفضل تكبر، فبيحصل ايه؟ بيحصل اسكيميا او بيحصل فازو كونستريكشن للسبايرال ارتريوز. هي البروجستيرون وظيفته ان هو بيعمل فازو دايليشن. تمام؟ لما البروجستيرون يقل بيحصل فازو كونستريكشن للسبايرال ارتريوز، فبتعملش سبلاي للبلد للاندوميتريوم او للفانكشنال لاير للاندوميتريوم. فبعد ما بيحصل اسكيميا ويحصل فازو كونستريكشن بيطلع لي شويه بروستاجلاندنز، البروستاجلاندنز الاتريوز دي بتطلع بروستاجلاندنز، بتعمل بسبب الاسكيميا اللي حصلت بتكون البروستاجلاندنز دي. البروستاجلاندنز دي بتعمل شويه تراين كونتراكشن وتعمل لي شيدنج لير اللي اتكونت، شيدنج للاندوميتريوم. عشان كده المستر فلو او المستر سايكل ده مش دم، يعني الفكر المستر فلو او البيريد اللي بينزل ده فريش بلاد، ده مش فريش بلاد خالص. اللي بينزل مع الاستويشن هو عباره عن شيدنج للاندوميتريوم، هو بلاد بس ما بيبقاش لونه فريش او فريش ريد زي ما احنا متعودين على البيلنج العادي، لا هو يبقى دارك ريد لان هو جواه سيلز وجواه فيه شويه سكيميا فمعاها شيدنج للير بتاعت الاندوميتريوم، وده اللي بينزل معايا في الميكرو سايكل. تمام؟ ده بيقعد معايا من 3 ل 5 ايام على حسب، ممكن تزيد بس احنا الرينج الطبيعي اللي بنتكلم فيه من 2 ل 7 ايام. اكتر من 7 يبقى انا عندي مشكله، اقل من 2 يبقى انا عندي مشكله. تمام؟ طيب افرض حصل فيرتلايزيشن بقى. قبل موضوع الفيرتلايزيشن، هي الفيميل ممكن تفضل او الفيرتايل بيريد بتاعتها بتبقى وقتها قد ايه؟ حد يعرف؟ حد عارف؟ من يومين لثلاث ايام؟ لا يوم واحد ليه بس؟ طيب احنا عشان نعرف الفيرتيليتي بيريد بتاعت الفيميل احنا لازم نعرف اللايف سبان بتاعت السبير واللايف سبان بتاعت الاوفر. وقتها نعرف الفيرتيليتي بيريد بتاعت الفيميل قد ايه؟ اللايف سبان بتاعت الاوفر قد ايه؟ من 24 ل 36. تمام؟ اللايف سبان بتاعت السبير 7 ايام. السبيرم يفضل عايش جوه الفيميل جينيتال تراك ماكسيمم 7 ايام 156 ساعه. تمام؟ فاحنا عندنا لما تيجي واحده تقول لك انا عايزه يا دكتور احسب الوقت اللي انا ببقى فيه في التايم، في طريقه من طرق الكونتراسبشن بنستخدمها اللي هي الفيسيولوجيكال ميثود، ان احنا نبقى عارفين الفيرتيليتي بيريود امتى ونتجنب فيها الانتركورس، تعمل انتركورس قبلها وبعدها، لكن في الوقت ده ما تعملش انتركورس. تمام؟ فاحنا عشان نحسبها بنحسب ايه؟ بنرجع نجيب اليوم بتاع الاوفيليشن. تمام؟ نرجع قبليه 7 ايام اللي هو الماكسيمم تايم ممكن السبيرم يعيش فيه، ونطلع بعديه بيومين اللي هم 24 36 ساعه اللي بيعيش فيها الاوفر، يبقى هي دي الفيرتيليتي بيريود بتاعت الفيميل. يبقى الفيميل في الطبيعي بتبقى فيرتايل كل شهر لمده قد ايه؟ من 8 ل 9 ايام. من 8 ل 9. تمام؟ طيب في حاجه ثانيه، في معلومه ثانيه مهمه جدا، ان الفيميل عندها احنا عندنا زي ما اتفقنا ان المنسترا سايكل بتختلف من واحده للثانيه، ممكن واحده بتجي لها سايكل 28 يوم، واحدة بتجيلها السايكل 35 يوم، واحدة بتجيلها السايكل 21 يوم.
ايه اللي بيتغير وايه اللي ثابت؟ يعني في الميتا سايكل ايه اللي ثابت وايه اللي بيتغير؟ ايوه طبعا الميتال الثابته الميتال فيز اللي هي من ساعه الاوفيليشن لحد المنستريشن دي ثابته 14 يوم ما فيهاش كلام. اللي بيتغير عندي هو المنستريشن وقت قد ايه والبروفيت فيز وقتها قد ايه، لكن الميتال فيز ثابته. في حالات او في بعض الحالات بيبقى عندهم حاجه اسمها الليوتيال فيز ديفكت. يعني عندها مشكله في الكوربس الليوتيال اصلا، احنا فاهمين الليوتيال فيز الكوربس الليوتيال هو اللي مسؤول عن الليوتيال فيز اللي بيكون بروجستيرون ويفضل يمنتين الليوتيال فيز. في بعض الحالات بيبقى عندها الليوتيال فيز ديفكت ان الكوربس الليوتيال فيه مشكله، تمام؟ فما بيعيش الفتره كلها. حتى الحالات اللي عندها الليوتيال فيز ديفكت الكوربس الليوتيال مش شغال كويس الليوتيال فيز بتاعتها ثابته 14 يوم ما فيهاش مشكله. طيب البوينت الثانية لو الفيميتا حصل فيرتلايزيشن ايه الفرق؟ ايه اللي بيحصل؟ لو حصل لو كان في سبيرم عدى ودخل وحصل فيرتلايزيشن الفيرتلايز اوفر دي بتبدا تكون لي حاجة ثانية هرمون اوف بريجنانسي اللي هو ايه؟ البيتا اتش سي جي اسمه بيتا اتش سي جي مش اتش سي جي بس تمام؟ بيتا اتش سي جي لان هو ليه الفا كومبوننت وبيتا كومبوننت، احنا اللي بيفرق معانا هو البيتا كومبوننت، تمام؟ بيتا اتش سي جي البيتا اتش سي جي ده وظيفته بيعمل ايه؟ بيفضل يخلي الكوربس بيوتير من دين اول ثلاث شهور من الحمل من 8 ل 9 اسابيع لحد ما البلاسينتا تتكون وتاخد بيها الابر هاند وهي بتكون البروجستيرون والاستروجين بيفضل يخلي الكوربس بيوتير من دين في اول من 8 ل 9 اسابيع، تمام؟ وبعد كده خلاص البلاسينتا اتكونت خلاص كنت بتتكلم مع السلامه مش محتاجه لها حاجه. ده الفكره كلها في الفيرتلايز اوفر اللي هي بتطلع الاتش سي جي هو اللي بيكمل السايكل بتاعتنا. لو مفيش فيرتلايز اوفر ومفيش اتش سي جي بيحصل النيجاتيف فيدباك من البروجستيرون العالي على ال اتش فكله بيقل فبيحصل سبريشن فبيحصل انستريشن، تمام؟ في حاجه ثانيه برضه عايزين نعرفها، ايه هي الساينز اوفيليشن عند الفيميل؟ ازاي نعرف ان الفيميل دي حصل لها اوفيليشن؟ اتفقنا ان هو في النص بتاع السايكل، هو مش في اليوم ال 14 على فكره، هو ممكن يبقى اليوم ال 15 ال 16 ال 17 ال 18 عادي، يعني لو الدوره بتاعتها 35 يوم هترجع 14 يوم هيبقى في اليوم الكام؟ 21. لو الدوره بتاعتها 30 يوم هترجع 14 يوم هيبقى في اليوم ال 16. تمام؟ هو بنرجع 14 يوم لورا عشان نعرف الفيميل الدي اوفيليشن بتاعها امتى، بنرجع 14 يوم لورا مش بنطلع 14 يوم قدام، لان انا اتفقنا ان الثابت هو الليوتيال فيز هم اللي ورايا، لكن اللي قدام البرفكت فيز دي بتتغير. تمام؟ طيب ايه الساينز اللي اقول ان الفيميل دي حصل عندها اوفيليشن؟ اول حاجه في بين بيجي عند الفيميل في التايمز بتاع الريليشن لما بيحصل رابشر للفوليكل وبتطلع بيحصل للفيميل بين، البين ده اسمه ميتل شميرتس بين، تمام؟ بين جامد جدا بيحصل في مكان الاوفري في الحته دي، ده بسبب الرابشر في الفوليكل وبسبب بيطلع بروستا جلاند فبيعمل بين. يبقى اول حاجه بيحصل ايه اسمه ميتل شميرتس بين، كلمه الماني ميتل شميرتس بين، تمام؟ تاني حاجه بيحصل عند بعض الفيميلز في الميت سايكل ممكن يحصل سبوتنج صار مع الام اتش سيرش، تمام؟ بيحصل صار سبوتنج، السبوتنج ده بيدل على حصل اوبريشن. تالت حاجه الام اتش سيرش نفسه بيزود البادي تمبريتشر، فالبيز البادي تمبريتشر بتزيد من نص الدرجه، فالفيميل عند الدي اوفيليشن بنلاقي او دي قبل الدي اوفيليشن بنلاقي درجه حرارتها بتتغير او بتحس شويه صهد او درجه حرارتها بتزيد من نص الدرجه سيلسيوس، تمام؟ يبقى دول الثلاثه ساينز بتوع الاوفيليشن اللي ممكن يحصلوا عند الفيميل. طب احنا كدكاتره انا عايز اعرف الفيميل دي حصل لها اوفيليشن ولا لا، بنعرفها ازاي؟ في حاجه في الصيدليه اسمها ال اتش كيتس، ال اتش بتجيبه بتحطه في اليورين كل يوم بنحطه في اليورين ونشوف. مع ال اتش سيرش هي فيها سنسور كده بتحس ان ال اتش لما بيعلى قوي نفس فكره التست بتاع الحمل بالظبط، لو ال اتش عالى قوي ال اتش كده بنشوف ان ال اتش عالى قوي بنعرف ان ده الاوفيليشن، تمام؟
طيب لما نتكلم بقى عن الهرمونز في المنستر سايكل، ناخد الهرمون هرمون الاف اس اتش. الاف اس اتش بيزيد امتى او بيبدا يزيد من امتى؟ من اول السايكل، اللي هو المتحكم الرئيسي من الاول. اول ما غير مثلا بتطلع جولات فيجنيتيك هرمون بتطلع لي الاف اس اتش، فالال اس اتش الاف اس اتش بيعلى تمام، وبيفضل عالي طول السايكل، بس مش عالي قوي يعني، هو عالي كويس بيمنتين السايكل لحد نهايه السايكل او لحد قبل النهايه بشويه، وبعد كده يقل. ده الاف اس اتش. طيب ال اتش، ال اتش بيبدا تحت قوي، بيبدا قليل ما بيعلاش في اول نص من السايكل، وبيزيد جدا جدا، بيحصل له بيك مع ال اتش سيرج، بعد كده بينزل بس ما بينزلش تحت قوي، لان هو اللي بيمنتين السكند هاف اوف سايكل، بيفضل منتين وبعد كده بيقل خالص. النيجاتيف فيدباك اللي اتفقنا عليها خلافا للاستيميشن. طيب الاستروجين، الاستروجين ما بيزيدش في الاول. احنا اتفقنا ان اللي موجوده او الفوليكل اللي موجوده في الاول هي البريميريدال فوليكل. البريميريدال فوليكل دي ما بتطلعش استروجين، فعشان كده ما يبقاش عندك استروجين، اللي هو استروديول اللي هو E2 تمام. الاستروجين بيزيد من اليوم الخامس او السادس، من اول ما بتتكون البرايمري فوليكل بيبدا يعلى، بس ما بيعلاش قوي، بيفضل عالي تمام. بيعلى قوي قبل ال LH سيرج، زي ما اتفقنا المفروض يعلى اكتر من 200 بيكو جرام عشان يعمل LH سيرج، فدي البيك بتاعه، وبعد كده بينزل، ما بينزلش قوي، بيفضل مكمل معايا في السكند هاف اوف سايكل. الاستروجين شغال، الاستروجين ده هرمون مهم جدا تمام، لحد نهايه السايكل وبعد كده يقع فين. طب البروجستيرون بقى، البروجستيرون مالوش رول في الاول، فما بيبقاش موجود اصلا. البروجستيرون بيتكون في السكند هاف اوف سايكل في كورتس لوتيري. البروجستيرون بيبدا تحت، يبقى في بيزك للبروجستيرون، كل الهرمونز دي موجوده بيزك، بس بيعلى في السكند هاف اوف سايكل، وبيعلى قوي قوي او بيوصل للبيك بتاعه امتى؟ في الميديوتيريال فيز. يعني البروجستيرون بيعلى في الميديوتيريال فيز، في النص، في نص النص الثاني بتاع الميديو تمام؟ ده بيفرق معايا في ايه؟ مهمه جدا المعلومه دي، بيفرق معايا في ايه؟ علو البروجستيرون في الوقت ده. البروجستيرون في الوقت ده المفروض في الميديوتيريال فيز انا بعرف منه اذا كان الاوفيليشن حصل ولا لا، واذا كان السايكل دي اوفيلاتري سايكل ولا كان اوفيلاتري سايكل، لان في فيميلز عندها ممكن الاوفيليشن بيحصل بس ما بيكونليش اوفر، او بيحصل فعلا اوفيليشن شغال كويس جدا بس هي كان اوفيلاتري سايكل، زي حاجه عندها بي سي او ما بيحصلهاش اوفيليشن، او زي الفيميل اول ما بتخش في مرحله التوبيليشن هي لسه الاوفري لسه ما يعني ما وصلش للمرحله بتاعت النضج ان هو يكون لي الاوفر صح، هي بتبقى ايه اوفيلاتري سايكل تمام. فكره ان انا عايز اعرف الفيميل دي بيحصل عندها اوفيليشن ولا لا، انا بقيس هرمون البروجستيرون في النص الثاني من الدوره، بقيسه في النص الثاني من الدوره، المفروض يطلع عندي من 15 ل 30 بيكو جرام في المليون تمام. ما دام هو على هنا يبقى انا حصل عندي خلاص اوفيليشن، لو هو قليل او انا بقيت طلع قليل، طلع اثنين، طلع ثلاثه، طلع اربعه، يبقى في ميديا عندها مشكله في الاوبريشن، وانا لازم اشتغل على الحته دي وانا بتعامل معاها. اتفقنا؟ الفكره كلها بقى او الديفكتات او الامراض اللي بتحصل او الباثولوجي اللي بتحصل عند الفيميل في المنسترال سايكل بيحصل بسبب يا اما ديفكت في الهايبوثالامس ما بتطلعليش فين ليزنج هرمون، يا اما عندها مشكله في البيتويتري، البيتويتري مش بتطلع اف اس اتش ال اتش كويس، او عندها وات ايفر الافكت اللي عندها ايه، او يا اما عندها مشكله في الاوفري ذات نفسه. الاوفري ذات نفسه ممكن يكون بريسبونس كويس جدا للاف اس اتش وال اتش بس ما بيعملش اوفيليشن، او الاوفري ذات نفسه بي سي او او بوليسيستيك اوفري فما بيتكونش كويس، حاجه انت عارفها بعدين يعني مع كل درس هتفهم الدنيا، او اللخبطه بتحصل في اي حته في الاكسس ده بتتضرب تمام، او ممكن تبقى مشكله في الاندوميتريوم اليوتر ساعات في مشكله. عشان كده انا لما بيجي لي واحده عندها حاجه او عندها مشكله او عندها كده مشكله تنبات في الدوره، عندها دوره بتيجي كتير بتيجي قليله ما بتجيش، عندها تاخر في الحمل، في حاجه معينه، انا ببدا اخد ستيب باي ستيب، ببدا اخدها واحده واحده، ببدا ادور الخلل عندي فين، ما ينفعش اقول لها انت عندك مشكله في الحمل، لا لازم امسك الامر وادور عليه، ما ينفعش، انا بمسك حته
عندها نورمال وهي عندها مشكله، فبدور على حاجات ثانيه يعني، بدور على حاجات سيستميك، على حاجات جيناتيك، ممكن يبقى عندها مشكله في الكاريتايمنج بتاعها، عندها مشكله في الجيناتكس بتاعتها، بنمسك كل حاجه على بعض ونبدا نفصصها واحده واحده. الكلام ده كله احنا بنفهمه لما نفهم البيزك بتاعنا، نفهم الدنيا شغاله ازاي وماشيه ازاي. وانس ان احنا فهمنا البيزك هنبدا نفهم الباثولوجي بيحصل ازاي. فاهمين معايا الكلام ده ولا لا؟ حد عنده اي سؤال؟ ثواني يا شباب، ثواني.